عودة إلى نهاركم سعيد وإلى عودة تكتل التغيير والإصلاح الدكتور نبيل نقولة. أهلا وسهلا فيك عن جديد. برجع بطرح عليك سؤال لأنه توقفنا مع فاصل. يعني اليوم هذا التعتيم اللي عم بيصير على عدة حوادث تعرفها مناطق حزب الله، هو واضح أنه هي يعني لا صلة واضحة بحزب الله. هذا التعتيم كنائب عن الأمة حريص على أمن هذا البلد بتقبل فيه؟ أول شيء ما فينا نحكي بتعتيم بكل حادث أمني بهالشكل. هيدا في عندك انفجار بمخزن أسلحة، طيب نجي هيك دغري منبلش بدنا كل الناس تعرف شو صار وكيف صار وكيف انعمل وكيف كذا، قبل ما أنه تعرفي الحقيقة وين. بلكي في يد إسرائيلية بالموضوع، بلكي في يد تخريبية بالموضوع، بلكي في يد داخلية بالموضوع. أنا اللي عم بقوله أنه هذا حزب الله بحد ذاته عم بيقول أنه هذه قذائف من مخلفات العدوان، يعني عال وإذا كانت قذائف من مخلفات حرب العالمية الثانية كمان. هذا مخزن أسلحة، مين فجره، كيف تفجر وليه تفجر، ما هذا كله بده تحقيق. منبلش نحن نسمح لكل الناس تفوت على الخط بدون ما نعرف شو اللي صار. طيب ولكن عم بتقول حضرتك انه هلا ما لازم، يعني على الاقل لازم انه الاجهزه الامنيه هي أكيد. بس التجربه بتقول انه هيدا التعتيم عم بيصير وعم بيطول وما عم نوصل لنتيجه. يعني بعطيك عده امثله. حكينا عن طير فلساي من شوي، لهلا حدا من اللبنانيه بيعرف شو حقيقه ما حصل في طير فلساي. في انفجار ايضا الرويس، حدا بيعرف شو صار؟ وطرابلس حدا عارف شو صار؟ طيب هيدا يا دكتور اكيد برجع بحكي بهذا الموضوع، ولكن يعني هلا انه هيدا ما عرفنا شو صار، معناتها انا قلت لك ما انا عم بعطيك عم كمل لك حديثك. بطرابلس عرفنا شو صار، باخره الاسلحه البواخر اللي فاتت تهريب اسلحه على لبنان عرفنا شو صار. طيب انا اللي عم بحكي اذا هذا غير مقبول، كله مدانه كله مدانه. تعتيم حزب الله على الانفجارات التي تحصل في مناطقه هي مدانه، ما عادت عند حزب الله، صارت عند القوى الامنيه. حزب الله يمكن بيضرب اول طاق لحتى يشوف شو اللي صار، بيعمل تحقيقاته أكيد حزبية داخلية. في شيء اسمه مقاومة، مش من هلأ المقاومة. مقتنع حضرتك أنه هذا التعتيم هو من القوى الأمنية مش أنه حزب مين الله هو لا. من سنة 93 الله يرحمه شهيد الرئيس رفيق الحريري، هو اللي أعطى المقاومة الحق وهو الاعتراف هو كل شيء. فبقى هالشيء من سنة 93-96 لتاريخ اليوم بعدنا ما لقينا الصيغة تنعرف كل واحد شو هو دوره. فإذا كل الأحداث اللي عم بتصير اليوم ما فيك تيجي تسأليني لألي نبيل نقولة أنه أنا يكون عندي المسؤولية عن الحدث. بدك ترجع بالتاريخ، مين اللي خلى كل هالإشياء تصير؟ الدولة اللي تخلت عن صلاحياتها أنا مسؤول عنها؟ دكتور نبيل ب93 كان الجنوب محتلاً، ليش هلا بطل الجنوب محتل؟ يعني هلا شو الاحتلال هلا بالنسبة هلا صار في ذباب البلد انه هل يجب الاستمرار بالمقاومه او لا؟ ب93 كان مسلم. الطيارات الاسرائيليه بتبرم فوق راسنا يوميا، هذا مش احتلال؟ ضروري يكون في عسكري اسرائيلي على الارض؟ يعني شو يعني؟ انا ما عم بعطي رايي بالاحتلال او لا، انا اللي عم اقوله انه ب93 كان في تسليم من قبل تيار المستقبل والرئيس رفيق الحريري، لانه كان في كل ارض الجنوب محتله. اليوم صار في ذباب البلد، صار في جدل كبير جدا في البلد. الذباب بعد ما مطرحنا تغير الاحتلال، انشقاق حول انه طريقة الاحتلال تغيرت. طيب. ولكن نحن بلبنان ما زلنا محتلين. طيب. انت عارف ال 17-01 منه بعده لحد هلأ منه وقف اطلاق نار، وقف العمليات الحربيه. نعم. ايه يعني بعد اسرائيل معتبره نفسها موجوده في لبنان بطريقه اخرى. وقف العمليات الحربيه بين البلدين، بين الحدود. وقف العمليات الحربيه، هيدا ايه. اللي ما شو ايه. ولكن وقف اطلاق النار بيننا وبين اسرائيل ما بعد هلا ما صار. ايه. معناتها بعد اسرائيل، بعد اليوم اسرائيل تعتبر محتله لاراضينا، بعد عم تسمح لنفسها لما يكون في وقف اطلاق نار تمنعيها تمرق بطياراتها فوق ارضك. بعد اليوم قادره اسرائيل انه تقول لك انا في خطوط امدادات انا لي حق اتدخل فيها. فبقى ما نحكي نقول لبنان انه محتل، ما زلنا محتلين، ما حدا يكذب على الثاني، ما زلنا محتلين ولكن بطريقه اخرى. ايضا في الشيء لافت، حزب الله يقول بانه هذه القذائف هي من مخلفات العدوان الاسرائيلي. ايضا بصفتك نائب عن الامه اللبنانيه، تعتقد انه هذه القذائف غير المنفجره يجب ان تكون بعهده حزب الله او بعهده الدوله اللبنانيه والجيش اللبناني؟ اسالي الجيش وحزب الله عشو متفقين بين بعضهم. بس حضرتك كنائب ما تقولي كنائب لمن انا بعرف لمن انا لحد هلا عرفنا شو كانت اتفاقيه القاهره. ما في اشياء كثيره بالبلد عم بتصير
ونحن كنواب بمعنى خبر فيها. بس مش عظيم. شو بدك اعمل؟ عم بطرح عليك سؤال. شو بدك اعمل؟ رأيي انا امرأة مش مقبول. أوكي. انا رأيي مش مقبول انه ما يكون في شيء اسمه، يمكن يكون موجود يمكن انه موجود ما بعرف، بس اذا ما كان موجود هالتواصل بين الجيش وبين المقاومة بالنسبة لكل هالامور بقول لك ايه غلط، بس اذا كان هالتواصل موجود وهيدا يعني هلا كل شيء امني انا كنائب بدي اعرف فيه؟ كل شيء امني لازم انا كنائب اعرف فيه؟ لا بس بس النائب عاده المفروض انه يتابع ويطالب يعني. ما له شيء فكره النائب عندنا بلبنان بالفعل كثير خاطئه. النائب هو مسؤول عن التصفيق، النائب هو مسؤول عن المجرير، النائب هو مسؤول مع انه موقفنا نحن تشريعي فقط لغير. انا كنائب موقفي تشريعي واحاسب الحكومه فقط لغير. انا موقفي انا شو في تنسيق بين الجيش بين القوى الامنيه بين بعضها انا فيني فوت فيها. كيف هالحكي هذا؟ حضرتك عم بتقول انه هذا في عهدة الجهات الأمنية. اليوم بحسب النهار تقول بانه اي حضور رسمي او امني او عسكري للدولة لم يسجل في النبيشيت طوال ساعات بعد حادث الانفجار، باستثناء خبر وزع ليلا عن حضور دورية من مخابرات الجيش الى المكان، الامر الذي يرتب على الحكومة مواجهة انعكاسات وتداعيات ستكون مختلفة تماما عن المرحلة النهار. طيب خلص بكفي. ما فهمت شو يعني. مثل ما طلعت سيناريو عن العماد عون النهار كمان. طلعت سيناريو عن الجنرال عون انه كيف ما فيش كاميرات وما في كذا وما في كذا وما في كذا، وعملت سيناريو طويل عريض انه كيف افقت شعبيته وكيف يعني انا اللي بهمني مش شو بيكتبوا الجرايد، انا بهمني على القوى الامنيه هي تخبرني. انا مش ما بدي اسمع شيء من الجريده، انا بدي اسمع من القوى الامنيه تقول لي اللي صار كذا وكذا وكذا وكذا. انا اللي سمعته مش هيك، انا اللي سمعته انه القوى الامنيه وانه مخابرات الجيش عملت طوق والجيش اللبناني عمل طوق، وكان الجيش اللبناني اقل بكثير من هذا الحادثه عم بيكون موجود. ما نجي نسخف بالفعل الجيش اللبناني، عم نسخفه كثير نحن بالبلد، عم نعتبره وكانه لا شيء، وهيدي اكبر مؤامره اليوم بلبنان هي عمليه تسخيف عمل الجيش اللبناني وتضحيه العمل الجيش اللبناني بالفعل تضحيته عم نروحها وكانه الجيش ماشي بس لقصوره. ما بيصير هالحكي هيدا. عم بيكون الجيش اللبناني موجود وين ما كان، اربكات عم بيعملوا له اربكات بكل المناطق للجيش اللبناني، وهيدا عمليه تقويض للاستقرار بالبلد. خلينا نترك اعطيه خبزك للخباز، خلينا نترك الجيش يقوم بمهامه وهو اللي يعطينا رابورات شو عم بيصير، مش كل واحد صحافي بيطلع بيطرق خبريه مثل ما هو بده. مين اللي عم يمنع الجيش ببعض المناطق؟ كلهم. يعني افريقيا 14 اذار بالعكس بيطالبوا دائما بوجود الجيش. مثل ما طالبوا فيه بالشمال. هذا طالبوا كثير منيح بالجيش بالشمال. اوكي. اليوم بموضوع ايضا حزب الله صار في كثره احاديث عم تحكي عن تدخل حزب الله وعناصر حزب الله في الأزمة السورية. لعل آخر خبر طلع هو أنه القائد التنظيمي لعمليات حزب الله في سوريا محمد حسين الحاج نصيف شمس والملقب بأبو عباس لقي حتفه يوم الأحد الماضي خلال قتال، أنا عم أقول شو صدر، قتاله ضد الثوار، لا عفوا مش هذا اللي صدر، اللي صدر أنه قتل أثناء تأدية واجبه. وهذه الجملة صرنا كتير عم نسمعها ل شهداء من حزب الله يموتون ويستشهدون أثناء تأدية الواجب، بس ما حدا عم بيقول وين هو هذا الواجب، وآخرهم طبعا أبو عباس. كيف بتعلق على الموضوع؟ كيف بعلق؟ مثل ما بعلق أنه في ليبيين ولبنانيين وسودانيين وفرنسيين وإنجليزيين واللي بدك إياه، إنجليز وغيره، كلهم سوا موجودين صاروا على الأراضي السورية. أنا فيني أمنع واحد يروح يحارب بسوريا؟ ولكن اليوم صرنا عم نسمع عن عدة أسماء للمستقبل مش عم بيروحوا مش عم بيمثلوا حدا بسوريا. طب بس عظيم هذا مدان، بس أنا سؤالي بالنسبة لحزب الله كيف تتعاملون مع هذا الموضوع اليوم في أخبار؟ بتعمل شيء هذا هلا إذا واحد شخص تقبلون بهذا؟ مش أنا إذا واحد من حزب الله حابب يروح يقاتل بسوريا أنا بدي أقول له ليه عم تروح تقاتل بسوريا؟ ولكن يعني الواضح إنه بدك تشوفي هل ترى حزب الله أعلن صراحة إنه هو فايد بالمعارك بسوريا شيء؟ هذا اللي بهمني. عندما لما يكون في هناك جنازة رسمية لحزب الله، يعني هون حضر تشييع نصيف رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم الأمين السيد وعدد من العلماء والفعاليات الاجتماعية والحزبية والسياسية،
يعني هيدا وين ما وين احتضان بدك تشوفي؟ بدك تشوفي اول شيء شو البيان اللي طلعه حزب الله؟ مش انا طلعته، حزب الله يقول بانه قتل اثناء تاديه واجبه. طيب بدي ارفق هذا بايضا تحقيق ظهر مين هو التحقيق؟ شفنا الصور، طلع واحد عنده لعيه هيك كبيره طلع حكي. لا لا بس اذا بتخليني بس كفي، ما شفنا فرجيني صور بس خليني فرجيني جدتي. خليني اطرح السؤال بس. بتحقيق للواشنطن بوست مفصل ايضا حول الكثير من العناصر لحزب الله الذين هلا الواشنطن بوست صارت ريفرنس يعني لنا. لا بس عم لا بدي عم بعطيك في كمان اذا بدك جاري يعني في جيروزاليم بوست كمان كمان ريفرنس لهالمواضيع هيدي. لا بس دكتور عم اقول لك انه صار في عده اليوم تقارير صحفيه واستشهادات بتقول انه في عده عناصر من حزب الله يستشهدون في سوريا، وبانه الحزب ينعيهم رسميا، وبيقول بانه قتلوا اثناء تاديه واجبهم، وعم بتصير في جنازات رسميه من قبل حزب الله لهذه القيادات. يا سيدي ما بدي اقول لك شغله، اللي عم بيصير اللبنانيين عم بيروحوا يحاربوا بسوريا من كل الأطراف وكل الفئات وكل إلا نحن، أوكي؟ عم بيروحوا يحاربوا بسوريا، حزب القومي في منهم عم بيحاربوا بسوريا، في عم بقول لك جاي من الصومال عم بيحاربوا بسوريا، طيب هلا نية معناتها هو كمان صارت الحكومة اللبنانية كمان مسؤولة عن اللي عم بيروحوا يا هل ترى؟ هذا حليف لكم يا دكتور، أريد من فضلك موقف منك. يا عيني والحليف لهوديك كمان عم بيروح يحارب بسوريا. عظيم بس عم بتشوفي هذا من حزب الله راح يقتل بسوريا إذا كان صحيح. يا دكتور عم بطلب منك طيب موقف من الاثنين، موقف من أي إذا كان في قتالي من حزب الله يقوم يشارك في العمليات في سوريا، وقتالي من تيار المستقبل. موقفك من فضلك من الاثنين. أنا موقفي نعم. إذا عم بيروحوا بصفة شخصية حرين، إذا روحين بشكل سياسي وحزبي أكيد مدان. مدان عظيم. بس بصفة شخصية شو اللي قصة معه؟ إذا كان أوكي إذا كان بصفة حزبية هذا مدان. ما صارت ولا بلد بالعالم بيروحوا ناس من بلد لبلد بيروحوا بيعملوا. بس نحن عم نحكي بأفغانستان كانوا كلهم أوكي، بس نحن هلا عم نحكي عن دلائل تشير، ما بدنا نتبنيها، بس نحن أمام واقع في عدة تقارير عم تقول إنه اليوم بشكل رسمي من حزب الله يتدخلون، هذا مدان من قبلك. إذا كان بشكل رسمي وهم أدنوه، حتى حزب الله قالوا نحن ما عم نتدخل بسوريا، صح ولا غلط؟ قالوا ولا ما قالوا؟ طب انا هن عم بيطلعوا بيانات انه نحن ما عم نتدخل بسوريا، بس اذا في انسان بس في شواهد يعني في كعني واحد بالحزب راح يحارب بسوريا، شو بدنا تصير مسؤوليه الحزب اذا كل شخص عن كل فرد؟ بس ما الحزب عم ينعيه رسميا، بينعيه لانه من بجنازه رسمية بحضور كبار القيادات. شو بتقول؟ عم بينعوه رسميا لانه اول شيء هو عضو بالحزب، بس راح يا هل ترى بأمرة الحزب ولا راح بصفه شخصيه؟ هذا الموضوع بدك تعرفيه. يعني حضرتك اليوم اذا كان صحيح بعدني عم شكك بصحته. طبعا طبعا لنسلم جدلا يعني، لكن حضرتك اليوم حليف لحزب الله، من المستغرب انه ممكن تكونوا ما بتعرفوا بعد التركيبه الصارمه الواضحه جدا لحزب الله، حيث يصعب لاي عنصر ان يخرج عن يعني الخط. اكثر مني والله هيدي بالبديهيات، هل يمكن لعنصر انت بتعرفين اكثر مني؟ انا ما بعرف هيك. طب انا من خلال معرفتك أنا بحزب الله ممكن بحزب لعنصر الله من حزب الله ان يخرج عن سياسه حزب الله ويقوم بسياسه خاصه به؟ معرفتي لحزب الله اسمعنا لك، معرفتي بحزب الله كل ما يختص ببلد لبنان، اما القضايا الاخرى بحزب الله انا وياه مش حزب واحد. اذا تعترف بانه في عنده ابعاد اقليميه وغير لبنانيه حزب الله؟ كل واحد منا عنده ابعاد، مين ما عنده ابعاد؟ انا عندي ابعاد لبنانيه، كلهم بلبنان عندهم ابعاد اقليميه، مين ما عنده ابعاد اقليميه؟ عظيم عظيم. انا الوحيد يمكن نحن بالتيار الوطني ما عندنا ابعاد اقليميه، مشان هيك نحن عم ناكل خبيط لانه ما عندنا ابعاد اقليميه. لو عندنا نحن ابعاد اقليميه كانوا الامريكان بيسيرونا والانجليز بيسيرونا والفرنسويه بيسيرونا والعرب بيسيرونا، بس لانه نحن ابعادنا لبنانيه. ولكن انا حليف مع حزب الله في كل ما يختص بالامور اللبنانيه يعني خارج عن النطاق هيدا انا لا اتعاطى، مني انا ويا حزب الله. الحديث ما قلت إذا قلت أنا بتعلق فيه بكل شيء لبناني، كل شيء خارج لبنان. إيه يعني إذا في عنده إشياء خارج لبنان هو حر بحاله، ما لي قصة. أنا ما بتعاطى بهالأمر، ما لي قصة، اتعاطى.
مالي قصه، حدا ماني حزب متحالف انا معه وياها. داخليا، ما بتعرف اذا عنده اجنده خارجيه او لا. ليش انت جوزك بالبيت بتعرفي شو بيعمل برات البيت؟ بس انا يعني شو الحكي هيدا؟ بالتكتيك السياسي، هل ممكن انه تتحالفوا مع معلش يا حدا ما مالي بتعرفوا كامل اجندته؟ لا اكيد انا بتحالف انا وياه بقلب بلدي كمواطن اوكي، لبناني، بتحالف انا وياه. انا ما بدي اعرف شو بيعمل بالخارج اذا عم بيعمل بس شيء ما الخارج بالخارج. عم بيأثر على الداخل. اي خارج يعني اليوم منه؟ لما نكون متأثرين انا اذا متدخلين بدك بالأزمة كون السورية، اذا هذا الريفرنس، مباشرة معنى له الشيء اذا تبع. الريفرنس تبع الامريكان والاسرائيليه، عرفتي كيف؟ انا لا لا، بس اللي عم نقول انه اذا اليوم في حدا عنده تدخل خارجي مثلا بسوريا، هذا له انعكاس داخلي مباشر. كحزب بلبنان قال وصرح اوكي، وعدة مرات انه نحن لن نتدخل بما يحدث في سوريا، صح ولا غلط؟ هلا اذا في عناصر عم بيروحوا، اذا احلى ما ترجع تقولي اللي انت قلت، اذا هلا هالناس سعودي عم بيروحوا، وعم بيروحوا بشكل افرادي هيدا شيء، واذا عم بيروحوا بشكل الحزب عم يبعثهم شيء تاني، ولكن المعلن انه عم بيروحوا بشكل افرادي اذا كان مزبوط. عم بقول لك برجع بقول لك اذا كان صحيح، فبقى بنيجي بنقول لا، لانه عم بيروح واحد شيعي حارب بسوريا. تخليك ليش مكمشين 10 شيعة ببعض بعد تركين 6 9 شيعة بسوريا؟ هم مواطنين لبنانيين بالنهاية. طبعا وين الدولة اللبنانية؟ عم تشتغل على وين؟ الموضوع، كيف؟ يعني تم تحرير كيف اثنين. تسمع، كيف تسمع الدول العظمى الكبيرة يلي إذا انخطف لها واحد أمريكاني بيبقى ضد النظام طبعاً، وبيبقى يمكن مرتزقة لإلهم كمان، بينخطف بأي بلد بالعالم بتلاقي إنه الشعب الأمريكاني كله سوا ما بيقعد بحاسب. نحن عنا بدنا نحسبهم على طائفتهم وعلى مذهبهم وعلى بس هويتهم وعلى كل شيء. وين شفت هيدا؟ يعني اليوم الدولة اللبنانية محتضنة كليا هذا الموضوع، حتى يعني يقال انه الرئيس، يعني الرئيس السابق سعد الحريري مع كل اختلافاته هو وليش بعدهم 9 مخطوفين؟ شو الأسباب؟ كيف الأمريكان بعدهم بيعترفوا بناس عم بيقطفوا ناس؟ طيب بكره بس يقطفوا لهم شيء أمريكاني هو بيتغير بصيروا همجية، وهلا هني بيقطفوا لبنانية مع شيء مسموح؟ يعني عم تقول انه لأنه من طائفة معينة؟ شو يعني الحكي الدولة هذا؟ مقصرة بملف المخطوفين. العالم كله مقصر. لو شيء إسرائيلي مخطوف كانت الدنيا لهلا ما قعدت بعد، بس لأنه هودي لبنانيين من طائفة الشيعية مع شيء مسموح. انا بدي انتبه، لو كانوا من المسيحيه كمان بحكي نفس الحكي، لو كانوا من الطائفه السنيه بحكي نفس الحكي، انه هو مواطن لبناني، انا ما فرقني معي شو هي طائفته شو مذهبه. لبناني اليوم مخطوف، لازم كلنا سوا. انا ما سمعت ولا واحد بعد اليوم من تيار المستقبل ادان عمليه خطف. الاختطاف. وين بس دكتور نبيل، الأولى معروف وين؟ للجميع بأنه الرئيس سعد الحريري يعمل شخصيا على هذا الخط، حتى المخطوفين المحررين بدها هودي اللي تحرروا، واحد معطر لحوه بالمستشفى هلا نين او ما هيك خافوا انه يموت عندهم. بس حتى حرروا. لما رجع عوض ابراهيم شكر الرئيس سعد الحريري، انتقل الى المجلس بدي اقول لك شغله، اوكي شكروا بس انتظري يطلعوا كلهم نرجع نعرف. بس يعني كل المتابعين الملف يعرفون انه الرئيس سعد الحريري يعني على مزبوط. الخط. مزبوط مزبوط. اوكي، انتقل الى مجلس النواب، الى زميله ندى اندراوس عزيز، نهارك سعيد.